السؤال الغريب ده؟ يا ابني الحاجات دي كلها بيئة. بيئة ايه؟ بيئة؟ بص بقى الشياكة كلها اهي. خبر اسود، الدنيا اللي قبلية، انتوا بتلبسوا كده في القرية؟ هات يا اخويا، انا البسها عشانك انت بس. طب ورينا نجم بقى. ها؟ ايه رأيك بقى؟ ايوه بقى، عليا النعمة نجم. طب ما قلت لك كده من الأول، أنت ذوقك في حاجة. علي النعمة حاوي 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 حاوي. ذوقك تمام أبو. مساء الفل على برنس التحف والانتيكات. ابو السيد حبيبي. حاج سيد وحشنا يا حاج. وانت كمان والله. ايه يا عم، ايه الحلاوه والشياكه دي؟ قلنا بقى نرجع لبسنا القديم. اه وده حاج. ايه ده بقى؟ دي شويه حلويات ترفع بيها السكر على السريع كده. وايه لزوم التكاليف دي يعني؟ تكاليف ايه يا حاج سيد؟ ده انت خيرك مغرقني. طب اقعد بس اقعد. الشاي بسرعه يا علا. اتفضل يا حاج. وحياة بنتي مع اخوتهم. حاج سيد المبلغ ده كان سلفة والسلفة لازم ترجع. لا مفيش ابن برضه برجع سلفة لابوه. ده حاج ده كتير والله. بقول لك ايه؟ فين سماح؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ ما كبر دماغك بقى من ناحية سماح يا حاج. ليه كفل الشر؟ يعني ما انتش عارف؟ اه قصدك موضوع الخنجر؟ هو ده. انا اعتبرته هدية ونسيت الموضوع ده، وانت كمان يا ابو السيد لازم تنساه. سماح بقت يتيمة وفي غربة ولازم نحوط عليها وسطينا، لكن لو قرصنا عليها مش هتستحمل. وما نضمنش يا ابني ممكن تروح فين واحنا عندنا ولاية، وربنا يستر على ولايانا. عندك حق يا حاج زي، ربنا يستر على ولايانا جميعا يا رب. ايه قص عامل ايه دلوقتي حبيب؟ بتحسن والله الحمد لله. لا لسه ما نزلتش الشغل، مقدم على اجازه قدامي فيها بتاع 5 ايام ولا حاجه. طب الحمد لله فضل وعدل. وطارق عامل ايه؟ زي الفل، بيذاكر قدامي كل يوم. جدع، طمني اخبار القضيه بتاعت ابوك. لا معرفش عنه حاجه والله. ازاي بس يا اسامه؟ معقوله؟ ما انت عارف زبيده ايدك منها والارض. الواد قدها هياخد اعدام عشان تخلص منه يا اخي. ما انا لسه راقب برضه يا سيد. طب ابعت لي رقم المحامي وانا هتصرف. حاضر يا سيد. وانا ربنا رزقني بشغلانه احسن، ابقى ابعت لك فلوس عشان مصاريف البيت. ما تنساش تبعت لابوك منهم قرشين. اه وان شاء الله تبعتهم مع ورده. ما ينفعش الراجل يبقى مخلف 3 شحوطه ويحس ان ملوش سند في الدنيا دي يا اسامه. الله يرضى عليك. حاضر يا سيد. خلي بالك من نفسك ومن اللي حواليك. زبيده لا. سلام يا قلب. سلام. مستعجله قوي؟ مسي بايدي، انت شلت؟ وبعدين ايدك خفت الحمد لله وبقت زي الفل، يعني تقدر تاكل روحك. مش فكره مين ياكل مين، قعدت الجنب بتفتح لي نفسي على الاكل. شوف شوف، رجعنا للسهوكه تاني. الله يسامحك يا ست. يعني هو الحب بقى سهوكه دلوقتي؟ هي قلبت على مياصه. طب وفيها ايه لما اتميص عليك وانا غريب؟ امال انت ايه؟ ده تفضل لبس الوش ده لحد امتى؟ قصقص. عيون قصقص بقى، قلب قصقص بقى. الله الله الله، بقينا ندخل الاكل ونركن في الاوضه بالساعات. ينفع كده يا ست البنات؟ ما الراجل عيان قدامك اهو، الباب مفتوح. لا يا اختي، ناقص تقفلي الباب كمان. يلا روحي شوفي شغل البيت واعملي فنجان قهوه. حاضر. وانت مش ناوي تصلب طولك كده وتنزل الشغل؟ ده عادة الراجل في البيت تجيب الفقر، واحنا مش ناقصين فقر اكتر من اللي احنا فيه. بسم الله مرات ابويا. لا انا ماليش في اكل العيانين اللي انت بتاكله ده، انا ليا في الاكل اللي يرم العظم. عايزاك بقى يا اسقس تاكل وتصلب طولك كده وتشد حيلك عشان تنزل تشتغل. البيت ما دخلوش قرش من ساعه ما اللي اتسجن اتسجن واللي هرب هرب. ولا هتيجي وقت ما احنا محتاجينك وانت الراجل الحيله وتتقاعس عن اداء دورك؟ بص لي يا قصص وزغلي، وحشتني زغرتك يا حبيبي. وبعدين بقى؟ هي دي بقى. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حسونا بيه؟ من غير بيه، حسونا بس، خدامك حسونا. كده كتير. انا لوحدي. والشغالين ما تعودوش كل شويه حد ينط لي كده. بالذمه ده كلام، وربنا المعبود اخد على خاطري.
انت كده بتقولي لي بالمحسوس اتفضل من غير ما تروح. اتفضل بس ما تاخدش على كده. يا رب اخد على كده وكده وكده. يا الله السلام عليكم. الحمد لله عدت على خير. بس تفتكري مين المجرمين اللي حاولوا يخطفوا وجيه ريهام؟ هم اكيد كانوا عايزين يخطفوه علشان يطلبوا فديه كبيره. ما هي موضه اليومين دول. عموما خلاص انتي ما بقاش في خوف عليكي من بعد ما بابا عينلك حارس خاص. يبقى خدي بالك من نفسك يا ريهام ومن وجيه، لان انتي عارفه وجيه يبقى ايه بالنسبه لبابا. تصبحي على خير. بنتي من أهل حبيبتي. يا ست الكل أنا شاري. أنت ليه محسسني إنك جاي تخلص في عربية؟ العفو مش القصد يا ست الكل، بس أنا بقى بصراحة راجل بحب أخلص. مش سكتي. ماله؟ فطميني على سكتك. وانا وربنا المعبود لو هو اسحب من الدائري والمحور اكون اول واحد واصل. ما ينفعش يا حسونة بيه، ما ينفعش اقول لك على السكه، لازم تعرفها لوحدك. ما قلت كده بقى بصراحه، ما انتش فاتحه الباب ولا انت قافلاه. مورباه. اسم الله عليكي مورباه. وده وحش ولا حلو؟ لا وحش ولا حلو. لا حلو. وماله؟ حلو، حلو قوي كمان. أنا سبق وقلت لك اديني وقتي. ماشي كلام الحريم، وطالما إنك أنت ما عزمتنيش على حاجة يبقى توكل على الله. طب ما تأمريش بحاجة قبل ما أمشي؟ عارفة؟ برغم إني ما خدتش منك وعاد نفع لحد النهاردة، بس حاسس اني مبسوط متكيف ومرضي كمان. سلام.